تتواصل جهود وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية لمواجهة الجريمة بكافة صورها وعلى مدار أسبوع. نجحت أجهزة الوزارة في تحقيق نتائج متميزة في كافة مجالات العمل الأمنية. ففي إطار تنفيذ إجراءات الخطة الشاملة التي أعدتها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 7184 قضية تموينية متنوعة وضبط 1488 قضية في مجال منع تداول الأرجيلة بمضبوطات 8753 أرجيلة، إضافة إلى غلق 5736 محلا مخالفا لقرار مواعيد الغلق. كما تم ضبط عدد 56689 شخص لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية. وإلى قضايا الغش التجاري والتلاعب بالدعم، أسفرت جهود وزارة الداخلية خلال أسبوع عن ضبط 9486 قضية تموينية متنوعة، من بينها 152 قضية بيع اسطوانات بوتاجاز في السوق السوداء بمضبوطات بلغت 18662 اسطوانات بوتاجاز، وضبط 29 قضية مواد بترولية بمضبوطات بلغت 835431 لتر مواد بترولية تم تجميعها لبيعها في السوق السوداء، إضافة إلى ضبط 9305 قضية سلع غذائية وتموينية بمضبوطات وزنت 2206 طن و773 كيلو سلع غذائية متنوعة. وفي مجال تحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري، ضبطت أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع 247,345 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 31,208 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. وخلال الحملات المرورية على الطرق تم إجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 4,153 من قائدي المركبات، تبين إيجابية عدد 521 سائقا منهم. كما تم المرور على 213 مدرسة وإجراء تحليل للكشف عن المواد المخدرة لعدد 949 من سائقي حافلات المدارس، تبين إيجابية 8 سائقين. كما تم فحص 803 مركبة وتبين مخالفة 19 مركبة لاشتراطات الصلاحية الفنية. كما تم رفع 280 سيارة و57 دراجة نارية متروكة ومتهالكة. وفي مجال مخالفات قائد الدراجات النارية، تم ضبط 21,836 مخالفة عدم ارتداء غطاء الرأس الخوذة. وفي مجال الأمن السياحي، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في ضبط 336 قضية ومخالفة، أبرزها حيازة الآثار والحفر والتنقيب عن الآثار ومخالفات شركات سياحية. وفي مجال قضايا التيار الكهربائي، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 80,941 قضية في مجال سرقة التيار الكهربائي ومخالفة شروط التعاقد، بقيمة مالية محصلة في هذه القضايا بلغت 65,907,242 جنيها. وفي مجال قضايا المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 212 قضية في مجال المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، من بينها 111 قضية في مجال مكافحة جرائم المصنفات ضبط خلالها عدد من الأجهزة الفنية المتنوعة. كما تم ضبط 101 قضية في مجال جرائم المطبوعات بمضبوطات بلغت 2150 نسخة ملازم تعليمية لسنوات ومواد دراسية مختلفة دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية.
وفي مجال قضايا الأموال العامة ضبطت وزارة الداخلية خلال أسبوع 36 قضية في مجال الأموال العامة بقيمة مالية بلغت 128,481,429 جنيها. وفي مجال قضايا التهرب الضريبي تمكنت أجهزة الوزارة من ضبط 2197 قضية في مجال التهرب الضريبي بقيمة مالية بلغت أكثر من 4,523,284,000 جنيها. قيمة تعاملات مالية مخفاة لم يقم الممولون بإخطار مصلحة الضرائب بها وجاري فحصها فنيا بمعرفة المصلحة لاستيداء الضرائب المستحقة عليها. كما بلغت قيمة المبالغ المالية المسددة لصالح الخزانة العامة للدولة 8,923,328 جنيها.